يقول السائل: عمال المسجد يرمون الأحذية خارج المسجد فتختلط ببعضها البعض فيأخذ كل منا غير حذاءه، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أنك تأخذ غير حذائك، إن وجدت حذائك خذه، وإذا لم تجده يخلف الله عليك، اشتر غيره. ونوصيك بأنك تعتني بحفظ حذائك، تأخذه معك، تجعله أمامك أو في مكان معروف حتى لا يضيع عليك، تجعله في كيس مثلا، تجعله في كيس وتحمله معك، تجعله أمامك أو تحت عمود أو في مكان معين.